مجال صناعة الموسيقى كان ولا زال يعتبر أرض خصبة للابتكار التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عليه في هذه الفترة هو أكبر برهان على انتشار التكنولوجيا في مختلف جوانب التأليف الموسيقي والإنتاج الفني. ولكن هل جملة الذكاء الاصطناعي اليوم تستخدم بالشكل الصحيح؟ يا هلا ومرحبا فيكم، اسمي هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة في الإنتاج الموسيقي وتقنية الصوتيات والهندسة الصوتية. إذا كنت من المهتمين في هذا المجال، لا تنسى تشترك في القناة وتشاركها مع أصدقائك عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المتابعين حول العالم. حبيت أيضاً أخبركم بأن كل البرامج والمواقع اللي بتكلم عنها اليوم ليست داعمة لهذه القناة بأي شكل من الأشكال. خلال الأشهر الماضية جربت العديد من المواقع والبلاجينز اللي تعلن عن منتجاتها بأنها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ووصلتني الكثير من أسئلتكم عن هل هناك تخوف بأن تقنية الذكاء الاصطناعي راح تحل محل المنتجين أو الملحنين؟ في هذه الحلقة بقول لكم عن سبب عدم تخوفي من أن تقنية الذكاء الاصطناعي راح تحل محل البشر في مجال الإنتاج الموسيقي. خلونا الأول نتكلم عن موضوع الأدوات الموجودة في السوق واللي تسوق منتجاتها على أنها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. اليوم نقدر نصنف هذه الأدوات إلى ثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول بسميه الجمل الرنانة. هذا النوع اللي يعلن بشكل واضح أن الموقع أو البلاجين اللي يبيعونه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن في الحقيقة هم يستخدمون فقط طرق ذكية في البرمجة. على سبيل المثال، هذا الموقع يقول أنه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، أن كل اللي عليك تسويه هو أنك تضغط على زر ومجموعة لوبس وتركات تطلع فجأة بشكل سريع. الحقيقة أن هذا الشخص كتب مقال كامل عن شلون من خلال دراسته للكود الموجود والAPIs اللي يستخدمها الموقع اكتشف بأن الموقع فقط يستعرض مجموعة مبرمجة مسبقاً من التركات فوق بعضها البعض، والموسيقى اللي تطلع هي ببساطة نتيجة مجموعة تركات مسجلة بشكل منفرد فوق بعضها البعض، ما في أي شيء له علاقة بالذكاء الاصطناعي. طيب، ما هو تعريف استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الموسيقي؟ أحب طبعاً أسمع رأيكم في قسم التعليقات تحت، بس من وجهة نظري التعريف ممكن يكون أن البرنامج اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي لازم يكون قادر على استقبال المدخلات المختلفة واللي اسمها الديتا سيتس والتعلم منها، وفي النهاية يعطيني مخرجات جديدة فريدة من نوعها. فهذا الموقع فقط يستخدم جملة الذكاء الاصطناعي كجملة تسويق رنانة للحصول على الاشتراكات من المستخدمين. النوع الثاني من التصنيفات هو برنامج مولدات الأغاني الكاملة، وهو مشابه للتصنيف السابق ولكنه يستخدم بالفعل تقنية الذكاء الاصطناعي في إنشاء أغاني كاملة. يندرج تحت هذا النوع أي برنامج تقدر من خلال ضغطة زر واحدة تألف أغنية كاملة من الصفر، ولكن أغلب هذه البرامج تكون نتيجة الموسيقى اللي تألفها جداً سيئة. موقع إيفا قدرت أحصل منه على نتيجة معقولة. إذا عجبتك فكرة من المقاطع اللي طلعها موقع إيفا، تقدر تطلع منه الستيمز أو الميدي وتستخدمهم في برنامج التسجيل اللي عندك، وهني تنتهي الاستفادة من موقع مثل موقع إيفا. النوع الثالث هو في رأيي أفضل أنواع الأدوات اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مساعدتك، وركز على كلمة مساعدتك في الإنتاج الموسيقي، وهذا النوع بنسميه الإضافات المدمجة. هذه إضافات تقدر تستخدمها داخل برنامج التسجيل اللي عندك، داخل لوجيك أو برو تولز أو ستوديو ون أو إيبلتون أو أي برنامج آخر. هذا النوع هو التوجه الصحيح لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لأن طريقة الاستخدام لهذه الأدوات تكون متجانسة مع طريقة الاستخدام الطبيعية لمهندس الصوت أو المنتج الموسيقي. هذه واحدة من الأدوات اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صوت جديد من الكيك درام.
مثل ما شفتوا كل اللي أسويه هو أني أضغط زر واحد فقط والبرنامج يصنع صوت جديد باستخدام هذه التقنية. البرنامج هذا يستخدم تقنية اسمها درم جان، واللي طورتها مختبرات شركة سوني العلمية، وهم من الرواد في مجال إنشاء البرامج المختلفة اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الموسيقي. بعض الأصوات اللي نحصلها من البرنامج جيدة وبعضها سيء، بس الطريقة اللي أحب أستخدم فيها البرنامج هي أني أسوي إمبورت لواحد من الكيك درامز اللي عندي وأقول له أنالايز عشان يسمع السامبل اللي رفعته الحين، ونقصر شوية على الفاريشن وبس تسوي له ريفرش عشان تحصل على أصوات مختلفة مشتقة من نفس صوت السامبل اللي رفعته. من خلال هذه الطريقة تقدر تجرب مثلاً كذا نوع من الكيك درام في الأغنية اللي قاعد تشتغل عليها وتشوف اللي يعجبك. البرنامج تم تدريبه على مئات الآلاف من الأصوات عشان نقدر يسوي لنا أصوات جديدة، فهذا النوع من البرامج نقدر نقول عنه أنه بالفعل يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج أصوات فريدة من نوعها. الحكم النهائي هنا هو كيفية معرفتك للأصوات اللي ممكن تكون متناغمة مع بعضها البعض، وهذا هو النوع من المهارات اللي ياخذ سنوات طويلة جداً من الخبرة البشرية عشان تقدر تقرر شنو الأصوات اللي راح تستخدمها مع بعضها البعض. خلونا ناخذ نموذج آخر من هذه الأدوات اللي راح تسهل عملية الميكس خاصة للفوكلز. خلونا نسمع هذا المقطع من الفوكلز بدون أي تعديل عليه. If a butterfly flaps its wings unheard, it can make a sound across the world. A little look from you is all it takes. Don't lead me, don't lead me on. والحين بستخدم برنامج نيوترون 4 من شركة آيزوتوب وبنسمع نفس المقطع عشان يساعدنا في عملية الميكس. If a butterfly flaps its wings unheard, it can make a sound across the world. A little look from you is all it takes. هذا البرنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل جدا ذكي، فعرف البرنامج أن هذا المقطع هو مقطع فوكل، ومن خلال البيانات اللي تدرب عليها البرنامج واللي بالراحة ممكن توصل مدتها إلى ساعات أو أيام من البيانات، عشان يعرف أن صوت الفوكل لازم يكون بهذه الطريقة واللي على ضوءها يحط المؤثرات المطلوبة على الصوت. نقدر نتعرف هنا على المؤثرات اللي استخدمها البرنامج من كومبرسر أو EQ أو ساتوريشن أو أي أدوات أخرى ممكن أنها تحسن من الصوت وتوصله إلى المكان المطلوب. هذا البرنامج رائع للأشخاص المبتدئين في عملية الميكس، لأن لما يبتدون يشتغلون على عملية الميكس للفوكل ممكن يسألون نفسهم من وين أبتدي، من أي نقطة ممكن أبتدي فيها. فهذا البرنامج يقدر يعطيك نقطة انطلاق جيدة، ومثل ما قلت في النهاية ذوقك أنت هو الحكم النهائي. خلوني الحين أخبركم عن سبب عدم تخوفي من أن تقنية الذكاء الاصطناعي راح تحل محل البشر في مجال الإنتاج الموسيقي. الخوف ليس من أن الذكاء الاصطناعي هو اللي راح يحل محل البشر في المستقبل، بل الخوف من الناس اللي راح تعرف تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية الإنتاج الموسيقي بشكل أفضل منك. إذا كانت مهاراتك مثلاً في الساوند ديزاين بسيطة، فاستخدام الذكاء الاصطناعي راح يزيد من هذه المهارة بشكل كبير. ولكن إذا كانت مهارتك في الساوند ديزاين مهارة عالية وحصيلة سنوات طويلة من الخبرة والتمكن في هذا المجال، فالأدوات اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي راح تزيد بشكل كبير من إنتاجك، لأن عندك الخبرة والمهارة المطلوبة. مثال آخر، إذا كانت مهارتك في التأليف أو التلحين مهارة بسيطة واستخدمت بعض الأدوات اللي تكلمنا عنها، راح تشوف أن مهارتك تتحسن بشكل كبير. ولكن إذا كان عندك الخبرة والمهارة المتراكمة لسنوات طويلة، فاستخدامك لنفس هذه الأدوات راح يعطيك نتائج أفضل بكثير من الشخص المبتدئ. هذه المساحة هنا هي الفجوة اللي ما تبي تكون فيها، هذه المساحة اللي فيها شخص عنده مهارات عالية في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أحسن منك بمراحل، إذا ما اشتغلت على نفسك وتعلمت المهارات المطلوبة عشان تكون متفوق في مجالك. والحين يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا معاي. لا تنسون مرة ثانية تعطونا زر اللايك وتشاركون الحلقة مع جميع أصدقائكم حول العالم عشان نقدر نوصل هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.